رجل كان شامخا بين أهله وكسره الظلم والتعدي الوحشي، فضاعت عائلته بين انكسارات الخطف والتعذيب والانتهاك العاطب للروح والجسد. مرحبا بكم. هلا فيك حاج. فهو هذا العائلتي اللي صارت باقين بيد داعش. هو كلهم بعضهم مخطوفين؟ وهذول 41 واحد باقين بيد داعش. 41؟ 41 واحد. هذا نسيبي. هذا عائلة ابن عمي 5 باقين بيد داعش. هذا عائلة أخوي أكبر مني 6 باقين بيد داعش. هذا عائلتي 6 أولادي، 5 ولد وهذا واحد من بناتي. أني ما مصورهن. هيدي بنتك؟ هاي بنتي خولة. فهاي أختها ريهام هم موجودة وياها، وهذول الخمسة من أولادي الممزوجي. هولي كلهم بعضهم مفقودين؟ هذول كلهم مفقودين، كل شيء ما نعرف منهم. هاي الخمسة عائلة أختي كان مزوجة يم ابن عمي اللح، ورا ما صار بيد الداعش توفى رجلها متوفى من العذاب والتفكير. هاي عائلة أخوي أصغر مني. سبع سنين أنا بهذا المخيل. كهرب فلوس. أول بارحة دفعت 72,000 دينار مال كهرب كل شهر. طب من وين عم تدفع؟ عم تشتغل؟ إيش نشتغل والله. مرات يجون هيك إذا واحد إنسانية ومنظمات ينطون ورقة ورقتين للواحد من بنات نصرفها. قد إيه تقريباً يعني ورقة ورقتين؟ $100. طب أنت عايش على التبرعات يعني؟ إي والله. ما حدا من عائلتك بيشتغل؟ تدري باشر الصيام مالنا واحد من قرايبنا من القرية مربي طلي، والبارحة جابه عندي خير ذبحت لأولادي. هذا لأنه في مناسبة، في عيد وفي صيام. مناسبة. بس بالأحوال العادية، بالأحوال العادية ما حدا من بيتك بيشتغل؟ ما حد يشتغل، بس أمي يستلم راتب مال أبوي متوفي، وكان فراش مدير ناحية. 300,000 دينار ينتون. أنطي 50,000 لأمي و250. 250 أشي كفي، أكل شرب روح جيد. معاش تقاعد هيدا يعني؟ معاش تقاعد. قبل الحرب إحنا كنا مجمع خان الصور قضاء شنقال. كنا نعيش، كان عندنا محلات، كان عندنا حالنا حيل جيدة، كان عندنا سيارات. فاليوم 3/8 طبوا داعش على سنجار. خبرني عن هذا الهجوم، خبرني شو صار ليلته. احنا عايشين قاعدين ببيتنا بين خان الصور والسنون. بلغت اخواني واولادي كانوا يشتغلون بخان الصور بالمحلات مالهم، فبلغتهم قلت له تعالوا عندي، من نسمع شيء بسنون او بخان الصور راح نوجع على الجبل. صراحه ما نروح على الاقليم. ليش؟ لانه من البيشمركه انسحبوا، ما ظلنا امل بيهم، فقلنا خلي نطلع على الجبل احنا وحظنا. يعني ما عاد في مين يدافع عنكم قصدك؟ ما دافع، هم سحبوا من عندنا. نعم. فمعنوياتنا هبط صراحة. احنا سمعنا طبوا داعش على خان الصور، 7 سيارات جو، بس العرب الجوارنا كلهم سوا الدواعش. جاء واحد اكو قرية بصف خان الصور، جاء بالبداية تقريبا بالوحدة ورا الظهر يوم 3/8 جاء عندي قال انتم بس ارفع لكم علم ابيض ومو عليكم جايين.
هم جايين للبيشمركة. نعم. فأني ما تقنعت بكلام ماله بصراحة. مين هو هالشخص اللي اجى لكم رفعوا علم أبيض؟ أكو واحد أعرفه واشتكيت عليه بالمحكمة وكل شيء ما سواهم عليه. وأنت برأيك هو كان عم بيسلمكم ولا عم بيساعدكم؟ لا هو قام يسلمنا، وبالأخير هو راح من عندي، من قال ارفع لكم علم أبيض هو راح، بس بالأربعة تقريبا جامع الدواعش، النوب جامع الدواعش، فعدد صار عندي بالبيت فوق 77 مالتي 78، صرنا 125. 125 شخص اللي هن عائلتك اخوانك وولد اخواتك جو ويا عوائلي. نعم. جاء من خانسور جوارنا وعرف، قال شوف ابو سعد وين يروح احنا هم نروح معه. شعرت انت انه هن طالبين يرجعوا الازديين اللي هربوا لانه بدهم يقتلوا الكل او يخطفوا الكل او يأذوكم يعني؟ نعم. فقلت تكسب الوقت لتهرب، ما قنعت العائله تهرب معك؟ اني من انطوني الجواب قالت روح ننزل من هذول اليزيديه من الجبل خلينا نجتمع هنا، وانطيت جواب لاهلي قلت له اني راح اطلع ما طول تروحون مع السعد، اذا سعد لقى درب يخابركم روحوا معه خلصوا نفسكم. لا ابنك لابني. نعم. واذا ما خلصوا خلفنا على الله اني راح اطلع على الجبل بهاي الحجه على اساس قلت لهم اطلع اني اذا هم خلصوا نفسهم اني هم خلص نفسي، واذا ما خلص نفسهم خلفنا على الله، اقل شيء اذا اني خلص نفسي وهم صاروا بيد الداعش اني اوصل صوتهم للدول الانسانيه الواحد يسمع من عندنا، هذا ما ظل اي شيء، ما ظل شيء بيدي بصراحه، او اروح او ابقى معهم. طب شو اللي صار؟ يعني انت رحت على الجبل اني هن رجعوا بعد نص ساعه وما نعم. رجعوا ثاني يوم نعم. مثل ما قالوا اني ما وصل للجبل بعد، هاي بعد تقريبا كيلومتر بعدد من الاهلي، وعرفت انه صاروا بالبيت. اي هما اخوي خابرني. نعم. قال هذول جالوا لحقوا علينا، قلت له راح ارجع، قال لا ظل، شو اش يقولون اش يسوون ابقى. كان اكو وادي فوق بيتي دنقت نفسي بها، انتظر تقريبا ثلث ساعه، خابرني قال والله اخذونا، نزلوا تسعه معوقين، امي عمي زوجة عمي واحد من بناتي كان عنده ثلاث أولاد معوقين عمرهم 15 سنة أو 14 سنة ما يقدر يمشوا، وزوجها إذا تسعة منهم خلاهم بداخل البيت جوا إيديهم، والبقية ساعدين بسيارات قبل هن سياراتهم وداهم على سوريا قبل. أمي حكى معي قال ابني راح أنتحر نفسي، قلت له ليش يما؟ قال هسه راحوا من عندنا على أساس باكر يجيبون قرآن وملابس يلبسونا ونقرأ قرعة، أنا عمري 85 90 سنة بهالحالة ويزيدي وأستسلم راح أنتحر نفسي، قلت له يما كل شيء ما بيدي أنا بالجبل وهم البقية ودوهم على سوريا، انقطع التلفون بيني وبينهم أنا وأنتم، لقي لكم درب من يصير دنيا الليل إذا ماكو حرس الباب اتجاه الجبل ازرقوا بيها وكل واحد وحظه، فعلا المغرب محضرين نفسهم ملفين رجليهم كل واحد شايل شاقونا معوقين القسمون، هم واحد واحد وصلوا نفسهم على الجبل، تسعتهم خلصوا نفسهم والبقية ساروا جوا إيديهم في سوريا. هذا الشعور أنه قرار شخصي بالفراق ومسألة دقائق وساعات وضغط نفسي وخوف وفراق عن عائلة أنت مكونها عايش معها بتحبها خلقها عالدنيا جايبها عالدنيا
بصراحة كيف هو هذا الشعور؟ بصراحة ما ظل شيء، انتحر نفسي بالجبل، بس بكل المحاولات جيت على نفسي. عندي كان عنده مسدس، طلبت منه مسدس، هو عرف انتحر نفسي ما طعني، وشوية يريد يحكي معاي ويريد يبرد قلبي وهذا الدنيا وبصراحة إذا ما منه وكم واحد من أصدقائي احتمال هسه من هذاك اليوم أنا منتحر.